برنامج وليالي عشر، برنامج سوف نتعرض فيه إلى كثير من المسائل وكثير من الفوائد المتصلة بعظمة الليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة. سنتكلم عن يوم العيد، ونتكلم عن يوم عرفة، نتكلم عن فضل الأضحية، نتكلم عن تنبيهات تتصل بيوم العيد، وتنبيهات تتصل بيوم عرفة، تنبيهات تتصل بأيام التشريق. كيف نستقبل الحاج؟ وماذا يطلب من الحاج؟ وما هي عبارات التهنئة التي وردت في الشريعة الإسلامية فيما يتصل بالحاج؟ هذه المسائل سوف نفندها بمشيئة الله سبحانه وتعالى في برنامج وليال عشر، فكونوا معنا. يأتيكم بإذن الله في الأوقات التالية.